سعداء بالوجود بينكم اليوم. تعودنا دائما في ديوان الداير، هذا الديوان الوطني بصراحة، أنه دائما يكون له وقفات يعني حادة وجادة في القضايا الوطنية على المستوى السياسي وأيضا في القضايا الرياضية. كوننا صاحب الديوانية شخص رياضي مميز وعائلة رياضية، الأمانة اعتدنا في كل سنة للانتخابات أو في الموسم الانتخابي أن ندعو جميع القوى السياسية، جميع مرشحين الدائرة الثالثة بالذات، لإقامة مهرجان أو ندوة متنوعة تطرح فيها جميع الآراء بالتساوي ما بين جميع المرشحين، سواء الذي يتم تأييدهم من قبل الديوانية أو الذي نختلف معاهم بالفكر وفي الطرح وفي الأيديولوجية السياسية أيضا. اعتدنا أن نعطي كل الآراء، الكل يأتي ويطرح رأيه في هذا البرلمان المصغر في منطقة اليرموك عندنا، ولكن يعني شاءت الأقدارنا هالسنة أن نقاطع هذه الانتخابات لعدة مسببات دستورية وسياسية، ولكن سعداء اليوم وعوضنا وجود كافة المرشحين بوجود هؤلاء النخوة السياسية. الأمانة لما تقعد مع العم جاسم السعدون وكذلك طارق وكذلك الأستاذ وليد الجري تشعر بأنك على خارطة الطريق الصحيحة، الحمد لله رب العالمين. وكذلك مساندة الأخ عبدالله النباري ننتظر مشاركته معنا اليوم في هذه الجمعة المباركة. وأشكر أنا الأخوة اللي رشحوني لإدارة هذه الندوة، وإنهم مجموعة مقاطعون، وكذلك ديوان الذاير العزيز اللي ما هو غريب علينا. راح نبدأ بكلمة للخبير الاقتصادي السيد جاسم السعدون، طبعا هو لا يحتاج أن يعرف، العلم لا يعرف، فسيطرح عليكم رؤيته كيفية المقاطعة ولماذا المقاطعة وما هي أراءه أو رؤيته في الأوضاع السياسية الحالية، ومن ثم ننتقل إلى الأخوة النواب. وإن أمكن وسعفنا الوقت ولم نطيل عليكم نفتح باب الأسئلة إن أمكن، يعني تفضل عن جاسم السيد. أشكرك، أشكر الحضور الطيب، أشكر صاحب الديوانية، وأتمنى أن يعني أقول لكم بأن كل ما سأقوله مكتوب. أنا أعتقد أنه نحن وطن في خطر، في خطر حقيقي، وأعتقد أنه علينا مسؤولية أن نتصدى لما يحدث. لذلك أنا كتبت حتى أتحمل مسؤولية ما كتبت. أنا أعتقد أنه القضية الآن ليست قضية أنت مع من أو ضد من، ليس هذا المطروح. المطروح هل يبقى وطن أو لا يبقى. أنا أعتقد أنه الحكومة تسير فينا إلى درب في غاية الخطورة، وسأقول في النهاية ما هي السيناريوهات المحتملة. لكن لكي نتحاور بموضوعية أريد أن أقول ما هي الركائز التي اعتمدت عليها الحكومة في تبرير مرسوم الضرورة، ثم سأحاول إذا كانت صحيحة لا بأس، المفروض منكم موجودين، لكن سأحاول أن أسقطها واحد واحد واحد. لذلك أسميت مداخلتي، يعني مداخلتي الحالية في حتى أقرأها لكم، أقرأ لكم العنوان: أين الحصافة في مرسوم يوم لا تنفع الحصافة. أنا أعتقد أنه الركائز الثلاثة التي استخدمتها الحكومة هي: واحد، أنه هذا القانون دستوري، وأعتقد لا أحتاج إلى أن أكون خبير دستوري حتى أسقط هذه الحجة. اثنين، الركيزة الثانية أنه الحصافة السياسية تطلبت أن يصدر مثل هذا المرسوم، أيضا عندي القدرة أن أسقط هذه الحجة. القضية الثالثة هي أنه ضرورات الاقتصاد يعني حتمت هذا المرسوم، وسناقش هذه القضية، ثم سأختم بالسيناريوهات الضائعة والسيناريوهات المحتملة. واحد، الركيزة الأولى هي أنه المرسوم دستوري. أنا أعتقد أنه المرسوم غير دستوري لسبب بسيط، أنه خلال قراءتي لـ400 سنة من تاريخ العالم كيف نشأت الدساتير، الدساتير نشأت أساساً لكي تقنن التداول السلمي للسلطة. بعد 4-5 قرون من دمار أوروبا، دمار ما يسمى بعصور أوروبا الوسطى، وصلت بريطانيا في القرن 17 إلى حقيقة أنه إذا كانت هناك سلطة مطلقة وإذا لم يكن هناك طريق لتداول السلطة لابد أن ندخل في نفق مظلم من الصراع على السلطة، صراع غير مستحق يدمر البلد. الآن ما هو الهدف من قانون من مرسوم الضرورة؟ الهدف هو تشكيل مجلس الأمة لكي يتوافق مع الحكومة الضعيفة والثابتة. هذا مخالف تماما للمنطق، للحجة وراء أساسا نشوء الدول الدستورية. وبالتالي ما دام يخالف منطق اللي على أساسه نشأت الدساتير، إذن هو باطل دستوريا، ما احتاج خيف الدستورية، هو باطل دستوريا. السبب الثاني أنه باطل دستوريا أنه الحكومة لو كانت متأكدة أنه مرسومها دستوري لبمجرد إبطال المجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية لما ضيعت 6 شهور، لأصبحنا بعد شهرين
لدينا مجلس أمة بناء على القائمة، لكن هي قامت، اللي هو السبب الثالث، قامت بطلب تحصينه. ليش تبون تحصينه؟ قالوا نبي تحصينه عشان ما بعد نرد نفس الفوضى مرة ثانية وتصير انتخابات يقولوا لنا مو بدستوري. طيب القول الفصل في هذا هو المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية حصنت القانون، إذن ليش قانون الضرورة؟ الآن شو يقولون؟ يقولون طيب إحنا حصلناه صحيح، إحنا قصدي أصدرنا قانون ضرورة، مشروع ضرورة، إذا ما عجبكم روحوا المحكمة الدستورية. إحنا الآن صار لنا سنة بلا مجلس، بعد نظل سنة ثانية بلا مجلس، ثم إذا صار بيقولنا بعد مشروع قانون ضرورة بيقول بدال خصم 75% من قدرة تصويتية للشخص نخليها 87.5%. وليش؟ عشان محاربة الطائفية والقبلية والمناطقية، يقولون خلي كل اثنين بصوت واحد. بعدين من يطلع سيد الطبطبائي وسيد القلاف مشاركة بصوت واحد، متى نخلص؟ فقضية انه هذه الحجج باطلة من اساسها ويفترض ان نتخطاها. تقديري انه الحجة الدستورية باطلة. الان هل الحصافة السياسية هي السبب؟ انا اعتقد ان الحصافة السياسية بالعكس، يعني كل ما قاموا فيه حتى الان يعتبر من 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 باب عدم الحصافة السياسية. اولا الحصافة السياسية تتطلب ان يكون هناك في السياسة ثواب عقاب، صح؟ طيب من اخطأ في قانون في حل المجلس؟ خطأ اجرائي لا يرتكبه هواة، الحكومة هي من اخطأ، اذا يفترض من باب الحصافة السياسية ان تعاقب الحكومة، لا يعاقب الناس على خياراتهم بدلا من الحكومة. وين الحصافة السياسية؟ طيب اثنين، من باب الحصافة السياسية انه انت تذهب، السياسة هي فن الممكن، مو صح؟ مو السياسة فن الممكن؟ طيب اذا كانت السياسة فن الممكن، مو الاسهل ان اتي ب 16 وزير قادر ونظيف وقوي واجبر المجلس اما على التعاون معاهم او انه يحرج المجلس، بدل من اقول ل 500,000 ناخب لا انتم غيروا تشكيلتكم عشان تتوافقوا مع الحكومة الرديئة، يصير؟ وين الحصافة السياسية في ذلك؟ ما في حصافة سياسية. وين الحصافة السياسية في أن نستعيض عن تأييد الحكومة، دعم الحكومة عن صندوق الانتخابات؟ مع كل الاحترام للجميع، وآتي بوجهاء قبائل وسادة وملالي وأقول أو أصحاب دواوين وأطلب منهم التأييد. التأييد في الديمقراطيات هو أن تأخذ أغلبية في صناديق الاقتراع، هذول مع احترامي لهم لا يمثلوا إلا أنفسهم. أقول لكم عن سقطة سياسية وسيادية خطرة، السقطة السياسية والسيادية الخطر، لأن يعني تلفزيون الكويت الرسمي يعرض للحكومة تحصل على دعم من زعماء قبائل من دولة أخرى. أكو أحد يستقوي على الداخل بالخارج؟ بغض النظر عن ما يحدث أنا الحين، لو الناس يتهمون بالخيانة، لو الناس سواها يتهمون بالخيانة، طيب الآن أنا مواطن يصير أنا أستعين بطائفتي أو قبيلتي أو اللي يصير من الخارج واستقوي على الحكومة؟ هذه خيانة. أكو حكومة تستقوي على الخارج بالداخل بهذه الطريقة؟ ما ممكن، هذه ما هي حصافة سياسية، هذا انتحار سياسي. إذا كان هناك حصافة سياسية، طيب من خرج في كرامة وطن واحد مو 100,000 وأكثر؟ لو أنا قلبي على الوطن وأقرأ التشكيل مال اللي خرجوا بلقى فيهم صفتين يفترض أن أفخر فيهم أنا لو كنت حكومة حرصي قلبي على الوطن. واحد، انه جسدوا الوحده الوطنيه على حقيقتها، كانوا بدو حضر شيعة وسنه، نساء ورجال، كانوا كل شيء. الصفه الثانيه انه كانوا شابات وشباب بعمر الورد، كانوا صغار، أي اللي هم المستقبل، قلقين على المستقبل، هم المستقبل. كان يفترض ان اقرا بشكل انا بشكل ايجابي صحيح، ويفترض ان اذهب مع هذا الجمع، مو مع الجمع الاخر، مع هذا الجمع اللي يمثل مستقبل الكويت. قرأوا بشكل خطا وعاملوا بشكل خطا. لو كان عندي أنا شوية حصافة سياسية شوية، هل يمكن أن أستخدم قضية الفزاعات؟ اليوم منهم الفزاعات؟ اليوم الفزاعات القبائل والفزاعات أخوان المسلمين. أرجع لكم بالتاريخ أقول لكم منهم الفزاعات اللي استخدمت في التاريخ على مجلس 38-39 إلى ما بعد، كان الفزاعات تجار وطنيين، صح؟ قبل كم سنة مو واحد احدهم نشر، احد الشيوخ نشر مقاله باحدى الصحف اليوميه يقول فيها ان عبد العزيز الصقر لا يستعد لا يستحق ان يسمى باسمه نص شارع. عبد العزيز الصقر رمز وطني شامخ،
ليش؟ لأن من مجموعة كانت تدعو طبقا لإذاعة قصر الزهور إلى ضم الكويت إلى العراق، فخونوهم تمام؟ عقبها منهم كانوا الخونة نادي الاستقلال الجماعة، قالوا يريدوا الانقلاب على البلد عدل، وبالتالي خونوهم وعزلوهم. بعدها منكم كانوا منهم كان الفزاع في الثمانينات، كان كل شيعي فزاع، كان كل شيعي عليه أن يثبت ولاءه، أصلا أنه متهم بأنه مو موالي عليه أن يثبت ولاءه. الآن منهم الفزاعة نفسهم حلفاء الأمس القبائل والأخوان المسلمين. طيب إلى متى نبلع هذا الطعم الغبي ونوزع نقسم البلد عشان سلطة زائلة؟ ليش ليش توزع البلد وتجزأ مجرد احتفاظ بسلطة زائلة؟ حرام. خلني أنا أنسى كل شيء وأقول أنا حتى مع الحكومة بمرسومها، لو أنا أصدرت مرسوم قانون الضرورة وشفت ما حصل في المجتمع من انقسام وصل إلى أصغر مكوناته إلى كل عائلة، هل تسوى السلطة هذا الانقسام الذي يحدث بالبلد؟ لو كان قلبي على البلد حتى لو كنت على حق ألغيه أو أخره أهون عنه. الآن لا، خلنا من تاريخنا كلنا، من تاريخ الكويت، ألا يتعظوا بما يحدث بالعالم؟ من سنة 86 لما حلوا المجلس لما انقلاب على الدستور و76 ربما كان لهم عذر، نص العالم ما كان عنده دساتير. الآن بعد ما حدث في أوروبا الشرقية وسقط الاتحاد السوفيتي وسقط الاتحاد اليوغوسلافي وطار الحريق دول حوالينا ربيع العربي وطار حتى دول في منطقتنا، احنا نروح نختزل الدولة مرة ثانية بالحكومة، نحول الدولة إلى حكومة؟ وين الحصافة السياسية في ذلك؟ ما في حصافة سياسية. هل أعتقد لا الدستورية لا الحجة الدستورية صحيحة ولا الحصافة السياسية صحيحة؟ إذن وين الاقتصاد؟ باقي الاقتصاد هم شو يقولون؟ يقولون بدون مجلس أو بمجلس مهجن بنحول الكويت إلى النرويج. من عليها الحكي؟ شلون بتحولون الكويت إلى النرويج؟ أنا أعطيكم أمثلة حية. سنة 76 قالوا نفس الكلام، سنة 76 دفعوا فلوس عشان يرفعوا قيمة الأصول عشان الناس تستانس، سنة 76 اشتروا ب 150 مليون أسهم من الناس عشان تفرح الناس. ليش؟ عشان يمررون تنقيح الدستور من لجنة حكومية وعلشان يمررون تفتيت الدوائر. وين النتيجة بعد خمس سنوات من استفراد السلطة؟ شو اللي صار؟ أكبر أزمة مالية في العالم، مناخ قياسا على حجم الاقتصاد الكويتي هو الأزمة رقم واحد في العالم بالاقتصاد، أزمة رقم واحد بالعالم، لأن مديونية المناخ فقط خمس أضعاف حجم الاقتصاد الكويتي. هذه نتاج الحل الأول. الحل الثاني إيش قالوا؟ تذكرون ديباجة الحل؟ ديباجة الحل شو تقول؟ تقول إحنا حلينا المجلس حل غير دستوري علشان الأمن وعشان الاقتصاد. بعد أربع سنوات شو اللي صار؟ البلد ضاعت في ساعتين عدل، وسرقت استثماراتنا وسرق قطعنا النفطي بعد أربع سنوات. وين الأمن؟ وين الاقتصاد؟ زين ننسى هذا. بعد الغزو قولوا لي من 86 حتى الآن أنشأت مستشفى الحكومة، أنشأت جامعة، أنشأت استاد رياضي، أنشأت طريق الداري الأول تدون كم أخذ؟ 25 سنة إنشاءه. اليوم وأنا الصبح طالع بالسيارة الصينيين يبنون أعلى ناطحة سحاب أكثر من برج خليفة بدبي أعلى بتسعين يوم، لازم ماخذين دورة تدريبية عن جماعة الداري الأول عندنا. وين إذا ما ينشؤون طريق شلون بيتولون تنمية؟ أقول لكم أكثر، المجلس وافق لهم على خطة تنمية بالكامل شبه إجماع. وين خطة التنمية؟ كل الأهداف اللي تحققت كلها بالعكس، من فبراير 2010 حتى الآن كل الأهداف الخطة بالعكس. قالوا بالكويت مركز مالي، ثلاث سنين مو قادرين يعينون خمس مفوضين حق سوق حق هيئة أسواق المال، ولما عينوهم اشتكوا على ثلاثة منهم، هم اللي مشتكين عليهم. أقول لكم أسوأ من ذلك، سوق الأوراق المالية عينا مدير حق سوق الأوراق المالية. كل العملية تتطلب أن تقرأ هويته وتشوف متى ولود ومتى أنت عينته عشان تعرف أنه فوق السجن القانوني. عقب ما عينوه اشتكوا عليه قالوا له فوق السجن القانوني. حكومة ما تعرف تطرح رقمين، شلون تعالج مشكلة الاقتصاد؟ ما ممكن. أزيد من ذلك، عينوا لجنة استشارية في أغسطس 2011، الحمد لله أني اعتذرت منها. بعد يومين ثلاثة من تعيينها انفرطت كوادر القطاع النفطي، وبعدها راحت المالية العامة كلها بعد يومين، قبل حتى لا يكتبون أي شيء لهم. شلون هؤلاء الناس إذا كان عندهم قدرة بينقلوا البلد بينقذوها اقتصاديا؟
الواقع اللي بيصير أتوقع أن يكون في غاية الخطورة إذا استفردت الحكومة بالسلطة. الآن دعوني بس أختم لأن أدري أخذت وقت، بس أختم بالسيناريوهات المحتملة. مشكور. خل أخذ بالسيناريوهات المحتملة. الحكومة حتى الآن ضيعت 3 سيناريوهات كلهم أفضل من السيناريوهات الأربعة القادمة. السيناريو الأول هو أن تقبل بإبطال محكمة دستورية للمجلس الأمة، وبالتالي تعود إلى الانتخابات. أنتوا أقروا معاي نتائج، لو كان عندها شوية حصافة أقروا معاي نتائج الانتخابات اللي صارت من 2006، ولا انتخابات شبيهة باللي قبلها، وكان محتمل وبشكل دستوري أن يأتي فريق أقرب للحكومة، وكان كفر الله المؤمنين شر القتال تمام. كان هذا أفضل سيناريو ممكن أن تتبع الحكومة اللي أعبتهم عن كل شيء المحكمة الدستورية. ما سووها، راحوا للمحكمة الدستورية وقالوا نبي نحصن القانون، ما نبي بعد فوضى. حصنت القانون المحكمة الدستورية. فالسيناريو الثاني الضائع أنه بعد التحصين يدعون للانتخابات وننتهي عند هذا الحد، ويظلون هذا يحسب لهم لأنهم احترموا حكم المحكمة الدستورية بعد ما سووها. السيناريو الثالث اللي ضاع أنه يمكن مو عارفين حجم المقاومة والمعارضة لما يحدث، اطلعوا أكثر من 100,000 للشوارع. لاحظ أنه وقت خوف اطلعوا أكثر من 100,000 للشوارع. أي إنسان حصيف المفروض يستلم هذه الرسالة ويقول ما دام هذا اللي صار يا جماعة تعالوا خلونا نتراجع، ونتراجع مثل ما سوينا سنة 61 ونسحب المرسوم وخلاص انتهينا. هذا السيناريو الثالث اللي ضاع. الآن ماذا ينتظرنا؟ كل سيناريو أسوأ من الثاني. السيناريو الأول الأخف واللي أنا أدعو له بقوة هو أن نرسل رسالة احتجاج سلمي، رسالة احتجاج سلمي أن ندعم وندفع بالمقاطعة حتى يكون أي مجلس أو حكومة جايين غير شرعيين. لعل وعسى الرسالة سياسيا تصل، لعل وعسى الرسالة تهضم من قبل من بإيده القرار في الحكومة ثم يقوموا بالتراجع عما هم عليه، لأن هذا التراجع أو على الأقل يهيئوا جو أنه يحل المجلس القادم بشكل مبكر. وبالتالي المقاطعة هي ضرورية جدا لأنها واحدة من وسائل الاحتجاج السلمي الحضاري، ويفترض أن ندعمها ويفترض أن ندعو لها. هذا أفضل سيناريو قادم. السيناريو الثاني القادم أنه إذا المحكمة الدستورية مرة ثانية عملت كشبكة أمان وحفظتنا من السقوط الحر، وقامت بإبطال المجلس في وقت مبكر بعد شكوى، وبالتالي هذا أيضا ثاني أفضل سيناريو قادم في المستقبل. بظل اللي بالقلوب بظل واحد يحفر للثاني لفترة طويلة من الزمن، نتائج مو زينة لكن أفضل بكثير من السيناريو الثالث والرابع. السيناريو الثالث هو أن يستمر حراك الشوارع، ويكفي لحراك الشوارع أن تأتي حكومة ومجلس هزيلين ويبدأ الناس بانتقادهم ويصاحبهم شم حادثة فساد مثلا حتى لو صغيرة. لو كانت مثلا، أنا أقول مثلا، لو كانت سرقة في مكتب عسكري في واحدة من دول الخليج مثلا، ولحقها واحدة ثانية وثالثة، خلاص الناس تطلع للشارع، ولا قدر الله يمكن يسقط ضحايا في هذه الحالة، ونسقط ضحايا فرطة السالفة. لذلك أعتقد أنه هذا السيناريو أنا أسميه السيناريو المخيف. الآن سيناريو الكارثة اللي هو السيناريو الرابع. السيناريو الرابع هو أن يتزامن حراك الشارع المحلي مع امتداد الربيع العربي هم لا قدر الله إلى دول الإقليم. ساعتها ما في سقف للتكاليف، أكرر ما في سقف للتكاليف، لأن هذا بيغذي هذا، والنتيجة النهائية بتكون للأسف الشديد يعني أمر كلش مو زين. لذلك أنا مرة ثانية ليس من طبعي أن أبكي على فرصة ضائعة. أنا أقول مدام البلد في الميزان، مدام وطننا في الميزان، علينا أن نحاول أن نحقق كل فرصة على الأقل لتقليل التكاليف عما هو قادم. لذلك أعتقد أنه المقاطعة أمر ضروري. أعتقد أنه مرة ثانية يعني أعود إلى عنوان الشسمة، الحصافة قبل الحسافة. ما لم يحدث ذلك الله يستر علينا. مشكور. تفضل. ميكروفون هنا ابو جاسم يسأل عن الوضع الاقتصادي. ما هو الوضع الاقتصادي القادم؟ سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السؤال الثاني راح يكون ان الاتجاه المشرع الى ان خلت الصوت الواحد، خلت الناس كلها تدعو الى رجل من الصوت الاربع اصوات مع الخمس دوائر، هل هذا راح يقطع التطور او المسار اللي راح يكون له جدا ان خلاص تفهموا كذي ما لكم حد بعد تطالبوا اكثر من كذي؟ هل يقطع شنو المسار اللي قدام يعني المسار الاقتصادي قصدك؟ مو المسار الاقتصادي، المسار هم التشريع اللي احنا نتكلم عنه، يكون ان التطور الاقتصادي راح يكون ايه. خلني اجاوب على الثاني بعدين ارجع للاول. يعني لا 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 لعلها لعلها صدفه انه تزامن وضعنا الحاضر مع صدور كتاب جديد في نيويورك. الكتاب مقدمين له اربعه من حاجي على جائزه نوبل الاقتصاد والى جانب اخرين. فحوى الكتاب، أنا بس أذكر أنا كاتب شيء شبيه في صيف سنة 2011. فحوى الكتاب تقول إنه لن يكون هناك تجربة اقتصادية ناجحة ما لم يكن يدعمها نظام مؤسسي سياسي ديمقراطي، وذهبوا بالتاريخ إلى 400 سنة وحللوا من بقى ومن ذهب. اسم الكتاب لماذا تفشل الأمم؟ أوكي. هذا الكتاب يثبت بشكل قاطع طبعا النماذج واضحة، النماذج ما بقى إلا نشوء دستور بريطانيا، أمريكا تبعتها 1776 وفرنسا ومن أخذ هذا النموذج وسقط كل ما عدا. فما لم يكن هناك، يعني القضية مش اقتصاد، ما لم يكن مع الاقتصاد نظام مؤسسي سياسي ديمقراطي يضمن أن يكون هناك شراكة في الوطن لن ينتجح أي تجربة اقتصادية. وبالتالي الرد هو ليس هناك أمل على الإطلاق في أن ننجح في خلق نموذج اقتصادي قابل الاستمرار إذا لم نكن نحن شعوب مش رعايا، إذا لم يكن دورنا مساوي، إذا كان مفهوم الأمن السمع والطاعة هذا عليه علامة ضرب. ماكو شيء اسمه سمع وطاعة، البشر ما لهم حصانة، ما في شيء اسمه سمع وطاعة. عليك أن تناقش، وبالذات في أحوال الخطر حتى لو دفع ثمن عليك أن تناقش، لأن إحنا اليوم عندنا نفط. أنا برجع لسؤالك الأولي، عندنا نفط والنفط لعمر، بعد هذا العمر ترى ما في شيء. إحنا وتجربة النرويج، النرويج لأن الناس حصيفين، لأن الشعب في شراكة، لأن في ديمقراطية حقيقية، في مؤسسات، حيد النفط عن تخريب الاقتصاد. اليوم هو خامس أحسن بلد في العالم. إحنا الآن على الاقتصاد، لو سألتني على الجانب المالي احنا مرتاحين. لا لا، والنفس الاقتصادي لو ناخذ النموذج الاماراتي خصوصا تحديدا دبي، كلها نماذج صاغطه، كلها نماذج صاغطه، كل النماذج الموجوده بالمنطقه، ما يبهرك ما يزرع من كونكريت. هذه مو تنميه، ببساطه شيء بسيط، يعني انه عندما تزرع الارض بالكونكريت معنى هذا انت ضعت كشعب. عندما يبلغ عددك 10% ماكو شيء اسمه تنميه. لمن التنميه؟ أنت تصنع مركز عالمي، مشروع تجاري ناجح، لكن دولة ماكو دولة، ماكو دولة. الدول هي بقاها للناس الموجودين فيها. اليوم إحنا نقوم ماليا، إحنا ماليا في وضع مالي سليم، فائض في الميزانية، فائض في الحسابات الجارية، لو تعاملنا مع العالم الخارجي بنى تحتية وايد، ميزانية 22.4 مليار إلى آخره، فما ما تبدو من الناحية المالية زين، لكن اقتصاديا احنا في وضع سيء جدا. ليش في وضع سيء جدا؟ لأن الاقتصاد هو سؤال رئيسي، هل نستطيع الاستمرار بما نحن عليه ولا لا؟ الإجابة القاطعة لا، لا نستطيع. لأن ببساطة أنت عندك اليوم 300 ألف موظف في الحكومة، إذا استمرت بس تشتري وقت عشان توظفهم عندك 600 ألف قادم لسوق العمل ب18 سنة. انت لاحظ قضيت من كم؟ من 46 للحين قرابه 70 سنه عشان توظف 300 ألف، عندك 18 سنه لازم توظف 600 ألف. من وين؟ اقتصاد ما قاعد يخلق اي نشاط، اي فرصه عمل. فمن الناحيه الاقتصاديه احنا في وضع سيء، من الناحيه الماليه احنا في وضع مريح، لكن الماليه ما تشتري الا 3 سنوات 4 سنوات قدام. التوظيف فقط؟ نعم، التوظيف المال هم بعد أصلاً قتل الإنسان، قتل إنتاجية الإنسان، وياليته ممكن يستمر، ما ممكن يستمر. بس اسمحوا لي أقول على قضية واحدة يعني فاتت أثناء النقاش. أخوان ترى اليوم
يستخدمون الغالبية كفزاعة، تمام؟ هم اللي أفشلوا كل شيء ولازم تغييرهم. ترى هذا كلام مو صحيح. أنا بس أرجو لمن يريد أن يتابع، أنا كان عندي محاضرة في الجمعية الثقافية النسائية يوم 4 يناير 2012. في 4 يناير 2012 قلت إنه تعدي على الدستور غادم لا محالة، وقلت في محاولتين صاروا، أذكركم فيهم، محاولتين صاروا لوأد الدستور، واحدة في ربيع 2009 اللي صار أنه اجتمعت الأسرة وقررت حل المجلس حل غير دستوري والإتيان بنظام المجلسين، واحد يصرخ وواحد يبيد السلطة 2009. من اللي أبطل هذا؟ الله يرحمه سعود الناصر طلع وسرب ما حدث في اجتماع الأسرة، وكان للأمانة معاه كم واحد منهم اجتماع الأسرة، فصار في ثورة مضادة وألغي هذا المشروع. في 2010 أيضا كان هناك نية لنظام المجلسين ووأد الدستور 2010. أنا بس عشان أخوي وليد قال كلمة ظن أن التراجع كان ناضج، لا التراجع ما كان ناضج، وكانت الأمور تمضي بهذا الاتجاه. وقضية الجويهل هذه قضية مفتعلة، والأزيد منها قضية ديوان الحربش. اللي صار سووا صار فيه أمرين خلاهم يتراجعون. الأول أنه استخدموا العنف المفرط وكان مصور بالتلفزيون، فانقلب السحر على الساحر، صار رأي عام مضاد، لأن اللي صار ما مبرر في أي شيء، في أي صورة ما ممكن تبرر عدل. الأمر الثاني أنه بعد هالفترة، لاحظوا هذا كان شهر 12 2010، الأمر الثاني أنه انفرطت في تونس وانفرطت في مصر، فقالوا تعالوا صحي يا نايم وين احنا ترى، وتراجعوا لهذا السبب، مو أنه في النية لعدم. وبالتالي الكلام عن أنه اليوم إحنا لأن الأغلبية سووا هالشكل، مع أن أنا تعرفون أنا عندي خلافاتي مع، بالذات في قضية الشعبوية عندي خلافاتي مع الأغلبية هذه. فأنا أقول أنه في لهذا السبب استخدمت فزاعة الأغلبية فقط لتمرير السيطرة على السلطة وأد الدستور، لكن هي موجودة، النوايا موجودة، هي كانت من 2007 وهي يخطط لها. في مارس 2009 وصلت قمتها، وفي ديسمبر 2010 وصلت قمتها، وسبب الإنقاذ تسريب أولا الاجتماع اللي صار في الأسرة، والسبب الثاني العنف المفرط وما حدث في تونس وفي مصر، وقالوا خلاص عطوهم ألف وسكتوهم، هذا اللي حدث بالضبط. بس النوايا موجودة وراح تستمر موجودة، لذلك يجب أن تكون واعين أنه المواجهة يجب أن تستمر، مو مرة ثانية انتصارا لأحد ولا انتقام من أحد، لأن ما في أي بلد قامت واستمرت ما لم تكن بلد ديمقراطي حقيقي، الشعوب شركاء وليس رعاية أو فداوية. إذن سلب إرادة الأمة له دور في عدم تطوير ونمو الاقتصاد، وخير دليل طبعا التخبط الحاصل الآن في خطة التنمية. سؤال آخر. بودي أسأل أبو خالد وليد الجري. أول شيء شكرا للأخ محمد الداير اللي استطاع أن يخلي وليد وخالد يدش بالحراك شبابي، رغم أن يعني سنتين يدق عليه تليفون ما يرد. سؤالي أبو خالد بس، هل ذكرت يعني كلمة سيء السمعة في المذكرة التفسيرية في الدستور، أو أشار الدستور إلى شرط من شروط الانتخابات أنه سيء السمعة بدون لا يكون حكم قضائي مثلا؟ بس كلمة سيء السمعة اللي ارتكب التزم فيها 9 القضاة في اللجنة الانتخابية واشتبوا على بناها على 27 مرشح، هل ذكرت الكلمة هذه في الدستور أو في المذكرة التفسيرية للدستور، أو مثلا في حكم دستوري سابق مثلا أنه مو شرط يكون هو شخص زين، لكن مو شرط يكون عنده حسن سيرة وسلوك زين، لكن هو سيء السمعة مو شرط. نعم بس تفضل. هو بس لأن خل الميكروفون على أساس الطفل اللي برا يسمع السؤال. مساكم الله خير جميعا. شغال. مساكم الله خير جميعا. أخي محمد عبد العسلامة. الله يسلمك. جزاك الله خير الماضي. مشكور بجاسم على الدعوة الكريمة. سؤالي لأخ خالد، بحكم إنه قريب جدا من الأغلبية وواحد أركان التكتل الشعبي، واليوم كثير من إخواننا المواطنين اللي عن علينا خلص الظن وحقه في المشاركة، مبرر مشاركتهم هو يعني دائما يعني تزعت مزلة واختزلت مسألة
التردي الحالة النيابية هو في مسألة المؤذن. فما هي الرسالة اللي نوجهها اليوم للمواطن الكويتي اللي عنده فكرة اليوم بيشارك في شلون تنزع هذا الحاجز هذا الخوف منه، أو توجه توجيه السليم إن مسألة مو مسألة مؤذمين ولا هي مسألة أغلبية ولا مسألة يعني تعطيل دور السوي. شكرا. يعني رد على السؤال الثاني يعني مباشرة، لكن يعني المؤسف يعني أنا قبل شوية قلت إنه أحيانا إن السلطة لا تدرك قدراتها، وجزء من هذه القدرات إنه هناك شعب واعي، شعب يعني حي اسمه الشعب الكويتي، وهو المقدر لهم أن يتعاملوا معه. بالستينيات ما أريد أن أسترسل بحديث، لكن بالستينيات إيش كانت الفزاعة المستخدمة آنذاك؟ أحمد الخطيب، ياسم القطاعم الله يرحمه، فلان 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 فلان، هذول الشيوعيين ها شكل، هذول ضد الشيوخ، هذول يبون الصباح، هذول كذا، هذول كذا. هذا كان اللي الآن عبد الله نبار يقول قاعد يقولون إن أنتم معارضة الخلاقة ها ولا مهذبة. هذا كانت هذه الديباجة المستخدمة ذاك، وهي الفزاعة المستخدمة ذاك اليوم. انتقلنا الآن، تحولنا الآن إلى إن والله الإخوان المسلمين خاصة من الإخوان المسلمين لا في دولة خليجية، يعني للأسف إنه حتى التسويق يعني يرادنا أن نساء إلى شعوب وإلى دول حقيقة كانت لها موقف راقي، من ضمنها موقف يعني مشرف، من ضمنها قطر وبقية الدول من استعمار الخليج.